يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الصلاة الجهرية إذا قال الإمام آمين وبدأت بالفاتحة ولم أنتصف بها بعد حتى قرأ الإمام، هل في هذه الحال أقطع الفاتحة أم أستمر بقراءتها؟ الراجح في ذلك؟ نعم السؤال. يقول في الصلاة الجهرية إذا قال الإمام آمين وبدأت بالفاتحة ولم أنتصف بها بعد حتى قرأ الإمام، هل في هذه الحالة أقطع الفاتحة أم أستمر بالقراءة؟ الراجح في ذلك؟ لا أنصت، أنصت، فإذا فرغ الإمام أكمل قبل الركوع، إذا فرغ الإمام أكمل بقية الفاتحة. نعم.